تعالوا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن سفر النادي الأهلي وعن يعني توقعات كل من هو متعلق بفريق النادي الأهلي بشكل عام من خلال لقائنا مع الأستاذ علاء عزت الناقد الرياضي اللي معانا على التليفون. صباح الفل يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا، صباح الخير سوبرين، تحياتي طبعا. تمنياتنا بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. حضرتك سامعني كويس فندم؟ كويس جدا. جميل، صباح الفل على حضرتك. عايزين نعرف منك بقى مبدئيا كده الحاله النفسيه لكل الناس اللي حواليك عامله ازاي، توقعاتك انت شخصيا، وخصوصا ان حضرتك كنت قاسم مشترك في معظم سفريات ان ما كانش كل سفريات الاهلي وبطولاته خارج مصر، فشايف الصوره ازاي حضرتك؟ والله انا شايف ان في تفاوت كبير جدا بلاد النادي الاهلي. يمكن كنت انا موجود معاهم وهم بيعملوا المسحه الطبيه قبل السفر. كانوا قاعدين في الغرفه الطبيه، كانوا كلهم بيهزروا وبيضحكوا، معنوياتهم عاليه جدا جدا جدا. حتى كان موجود وقتها بيعمل المسحه الطبيه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كان بيحمسه بشكل كبير جدا. هو قال لهم ان الماتش ده مهم، قالوا احنا عارفين يا فندم الماتش ده قد ايه مهم بالنسبه لنا، قد ايه احنا مستنيين البطوله دي بشكل كبير جدا، عارفين ان احنا تاريخنا كله مع النادي الاهلي هيكون مرتبط باحراز هذا اللقب. حتى كان موجود الحارس الكبير محمد الشناوي، وكان موجود ايمن اشرف، وكان موجود مروان محسن، بيقولوا ان احنا عارفين ان جماهير النادي الاهلي فاكره الجيل الذهبي للنادي الاهلي وجيل ابو تريكه وبركات ومتعب والكلام ده كله بسبب فوزهم ببطولات دوري ابطال افريقيا. قال يعني هم عارفين كويس جدا ان اي بطوله تفوز بيها في النادي الاهلي شيء ايجابي، لكن دوري ابطال افريقيا لا، ده هو ده التاريخ وخصوصا انها غايبه عننا بقى لها 7 سنوات. فبرضه عايز اسال حضرتك، انت شايف يعني الى اي درجه انت مطمئن تجاه هذا الامر ان احنا نرجع تاني نحصل على درع هذه البطوله؟ والله سوبريم انا دايما وابدا مطمئن للنادي الاهلي. يعني انا كان دايما بالنسبه لي خساره النادي الاهلي للبطوله دي كانت دايما مفاجاه. يعني ويمكن كمان احنا شفنا النادي الاهلي ازاي بيخسر بطريقه دراميه جدا جدا بطولتين مثلا زي 2017 و2018 بطريقه غريبه جدا وفي اللحظه الاخيره، وده اللي كان بيحزننا جدا جدا كنادي اهلي وجماهير النادي الاهلي. لكن المره دي لا، اللعيبه عندها تفاؤل كبير جدا. يمكن كمان وضحت من ماتش صن داونز تحديدا لما الاهلي تخطى صن داونز، ده كان وضح ازاي لعيبه النادي الاهلي عندها اصرار للفوز ببطوله. كان البدايه الاول كان هدفهم رد الاعتبار من صن داونز، لما شفنا لعيبه النادي الاهلي وهي بتقود مباراه الذهاب هنا وتكسب صن داونز 2-0 وتروح تقدم افضل عرض للنادي الاهلي هذا الموسم على الاطلاق لما في كيب تاون. فده كان وضح لنا قد ايه لعيبه النادي الاهلي عندها اصرار. المباراه دي تحديدا كشفت لجماهير النادي الاهلي او اثبتت لجماهير النادي الاهلي قد ايه لعيبه النادي الاهلي واخده الموضوع بجديه جدا. كاس افريقيا بالنسبه لها هدف اساسي وهدف وحيد كمان بالنسبه لهم. فان شاء الله انا متفائل جدا لان في ناس كتير جدا في النادي الاهلي، لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي حزينه جدا ان هي كل تاريخ مع النادي الاهلي ده كم كبير جدا بطولات وفيش دوري ابطال افريقيا. فان شاء الله باذن الله هم متفائلين جدا وهم كمان صدروا لينا التفاؤل ده باذن الله. طيب استاذ علاء، طبعا في البدايه صباح الخير على حضرتك. طبعا كل ورح نتكلم تحديدا عن مباراه هنا الاهلي والوداد، يعني في كذا حاجه او كذا تفصيله حابه برضه اروح مع حضرتك عليهم. فكره هنا كمان ان الدوري المغربي لم يحسم الا يعني مؤخرا، احنا يمكن الدوري المصري حسم من بدري من اسابيع والاهلي توج بيه، لكن فكره الضغط المستمر اللي كان على مثلا هنتكلم هنا على الفريق الوداد او الرجاء، كان في ضغط لاخر اللحظه، ربما ده اثر الى حد ما. النقطه الثانيه برضو حضرتك شايف ازاي برضو غياب هنا الجمهور في المغرب او الجمهور المغربي، هل ده يحسب الى حد ما لصالح برضو الاهلي؟ انا هتكلم هنا عن الاهلي تحديدا. فكره برضو المستوى، بنتكلم هنا الوداد برضو كان مستوى الى حد كبير مختلف بعد العوده، بعد يعني في فكره هنا العوده من كورونا، فكل الحاجات دي هل حضرتك كده شايف ان الاهلي ربما ليها برضو بعض التأثيرات المختلفة اللي ربما تكون لصالح النادي الأهلي؟ تفضل يا فندم. بالفعل هو يمكن نادي الوداد السنة دي بالنسبة له كان موسم استثنائي جدا، لأول مرة في التاريخ النادي يقوده 4 أجهزة فنية في موسم واحد بس، وده عدد كبير جدا جدا جدا. وجئنا كلنا لما الاتحاد الأفريقي حدد سبتمبر الماضي موعد الدور نصف النهائي وقبل التأجيل، فوجئنا بإدارة النادي بتقيل الجهاز الفني بقيادة مستر جريد وكان مدير فني الاسبق نادي الاهلي. بالنسبه لي كانت مفاجاه ازاي نادي يقيل مدير فني قبل اسبوع من موعد المباراه. لكن بعد كده حصل تاجيل وجابوا مدير فني ثاني، مدير فني برازيلي. خسروا بطوله الدوري بهدف قاتل، يعني
لحد دقيقة 88 كانوا هم أبطال الدوري، لكن نادي الرجاء تمكن من الفوز حسم اللقب بهدف قاتل في دقيقة 88. ده عمل إحباط كبير جدا جدا، لكن ده ممكن هم فعلا عايشين حتى إحباط، يمكن شفناها امبارح كمان في أكثر من تقرير في برنامج رياضي على التلفزيونات المغربية، إن هم عندهم حالة إحباط كبيرة جدا، لكن واضح إن 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 إن, إن, إن الإحباط ده ممكن يتحول لطاقة، طاقة كبيرة جدا أمام النادي الأهلي، لأن هم خلاص ما فيش قدامهم طريقة غير الفوز بطولة دوري أبطال أفريقيا. يمكن لو كانوا فازوا بالدوري كنا ممكن الاحتفالات والكلام ده كله يخلوهم ما يكونش عندهم نفس الحماس اللي هو هيكون قدام النادي الأهلي. أنا شايف إن خصوصهم للدوري ده ممكن يخلق دوافع كبيرة جدا ليهم أمام النادي الأهلي، لكن أنا أعتبر أنا مؤكد يعني إن غياب الجماهير دي ميزة في صالح النادي الأهلي، سواء طبعا النادي الاهلي هيفتقد جماهيره في مباراه العوده هنا، لكن انا شايف ان غياب جماهير الوداد على مباراه الذهاب ده شيء في صالح النادي الاهلي، شيء ايجابي جدا في صالح النادي الاهلي، لان احنا عندنا جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمه وجماهير رائعه وجماهير متحمسه جدا، لكن جماهير النادي الاهلي جماهير بتشجع فقط، لكن جماهير الوداد البيضاوي وجماهير الرجاء المغربي جماهير بيكون لها دور مؤثر جدا على نتيجة المباراة، لأن يعني أي حد بيتابع مباراة الرجاء والوداد في بطولات دوري أبطال أفريقيا ومعهم فريق الترجي كمان التونسي بيلاحظ قد إيه الجمهور ده بيكون بسبب عامل ضغط كبير جدا على الفريق المنافس، وقبل الفريق المنافس على طاقم التحكيم بيكون لازم يكون ليه دور على طاقم التحكيم وقرارات طاقم التحكيم في كل المباريات، لأنهم جمهور بيعرفوا ازاي يخلقوا الضغوط على المنافس بشكل كبير جدا، ازاي طبعاً يوتروا لعيبة المنافسين، فانا شايف ان غياب الجماهير ده شيء في صالح النادي الاهلي. احنا بنتمنى كل التوفيق وبنتمنى كمان ان النهائي يعني يكون مصري لدوري ابطال افريقيا، وعندنا كمان تفاؤل فكرتنا ان موسيماني كمان على علم الى حد كبير بفريق الوداد واللعيبه، فدي حاجه برده معاهم الموسم ده لعب معاهم يعني في دوري مجموعات لعب معاهم مباراتين بعد المباراه وكسب مباراه، فده شيء طبعا مبشر جدا ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ علاء عزت النقد الرياضي، شكرا ليك يا فندم. ربنا يسمع منه. الجزئيه الاخيره دي بصفه خاصه فكره فعلا غياب الجماهير، لان فعلا جماهير شمال افريقيا بشكل عام لا بتسمعي هدير في ارضيات الملعب الحقيقه، فان شاء الله ان شاء الله ربنا يعني ينصر فرقتنا، وان شاء الله ان شاء الله يعني يشرفونا هناك في الملاعب المغربيه باذن الله. نروح